السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا النبي. أطرح سؤال إخواني الكرام، من هم القوم الذين لسعتهم الدبابير في 2024، وعلى وجه التحديد في أول شهر ذو القعدة لعام 1445 هجري؟ لسعة الدبابير دي لهم ذكرتنا بالله سبحانه وتعالى يقول: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هل نسيتم إخواني الكرام بأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو؟ هل نسيتم بأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولله جنود السماوات والأرض؟ هل نسيتم أن الله سبحانه وتعالى يقول: وأيده بجنود لم تروها؟ فلا يعلم الجنود لله سبحانه وتعالى إلا الله سبحانه وتعالى. يعني نمرود بن كنعان أهلكه الله بذبابة، يعني كان إذا أراد النوم يجيب الدكتور الطبيب بتاعه يمسك الحذاء ويديله على دماغه عشان يعرف ينام شوية. ففقط علقوا قلوبكم بالله واعلموا أن النصر قادم لا محالة، النصر قادم لا محالة، لكن نحن نكون أهلا حتى يبعث ربنا سبحانه وتعالى لنا جنود ويؤيدنا الله سبحانه وتعالى بالملائكة. فأسأل عز وجل أن يكثر الدبابير على هؤلاء الظالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.